الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لفت انتباهي أحد خوارج السلفية الوهابية على منصة التيك توك، وهو يتكلم أو يرد على أحد الإخوة المصريين حينما رد عليه هذا المصري في قوله أن الله في السماء أو أن الله فوق سماواته أو على عرشه، كما هي عقائد خوارج السلفية الوهابية. طبعا عقائد خوارج الوهابية السلفية هؤلاء أنهم يعتقدون بأن الله في السماء بذاته أو على العرش بذاته، وهذا كفر ومروق من دين الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذرنا من هذه الفرقة ومن هؤلاء الناس أو من هذه المخلوقات البشرية الوهابية، وصفهم ونعتهم لنا بأنهم يمرقون من الدين، مروقهم من دين الإسلام بسبب هذه العقيدة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ستلتحق من أمتي أو قبائل من أمتي بالمشركين في آخر الزمان. سيدنا الإمام علي يشرح أو يؤكد هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك أناس في آخر الزمان سيلتحقون بالمشركين. الصحابة يقولون له: هل يعبدون غير الله؟ قال: لا. لماذا لا يعبدون غير الله؟ لا يوجد أصلا من يعبد غير الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا دليل على كذب خوارج السلفية حينما يصفون عترة رسول الله والسادة الصوفية أولياء الرحمن وعلماء الأمة الإسلامية بأنهم قبورية يعبدون القبور، يعني هذا التكذيب لخوارج السلفية الوهابية. لكن قال: ستلتحق قبائل من أمتي بالمشركين. كيف ستلتحق؟ يصفون الله بالجسم والأعضاء، أي أنهم يصفون الخالق بصفات المخلوقين، فيقولون: الله جالس مستقر على العرش بذاته، له يد ورجل حقيقيتين، وهكذا من هذه القبائل. ها، وقلنا على أن هذه العقيدة هي تمهيد للإيمان بالدجال، لأن الدجال عندما يخرج سيظهر على أنه الإله الرب. فخوارج السلفية الوهابية أول المتبعين للدجال بعد النساء، تمام، لأنهم يعتقدون أن ربهم يعني بشر، لكنه ليس كالبشر، له يد حقيقية لكنها ليست كأيدينا، وهكذا. أنا سأرد على هذا الوهابي الخارجي عمر باعوضة في العقائد التي نشرها.